أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سنابل الخير، البرنامج الذي نقوم من خلاله بعرض الحالات الإنسانية للقيام بدعمها ومساعدتها. حالة اليوم الطفل محمد عبد القوي ذات 6 سنوات الذي يعاني من سرطان بالدم. خلونا نتابع تفاصيل أكثر عن حالته. جمال الحياة يكمن بجمال الطفولة، وفرحة الأمل في عيون أطفالنا تغنينا عن الكثير، ما بالنا بحال من يعجز عن إسعادهم أو ربما إنقاذ حياتهم. قصة اليوم للطفل محمد في 6 ربيع عمره، ومن أبناء محافظة الحديدة. أهلا بكم مشاهدينا، نحن الآن مع والد الطفل محمد عبد القوي المصاب بسرطان بالدم لمعرفة تفاصيل أكثر عن حالته. كيف حالك؟ الحمد لله. إيش اسمك؟ محمد عبد القوي محمد يوسف عوض. من فين يا عبد القوي؟ من دباس مديرية جبل راس الحديدة. يعني أنت جيتوا من صنعاء على أساس العلاج؟ جينا علشان العلاج. كم لكم بصنعاء؟ لنا حوالي يعني تقريبا سنة، يعني من بداية 10 العرفة، بس يعني من بداية العلاج لنا سنة. يعني انتو بدأتوا العلاج من عرفة؟ من 10 حق عرفة، جاء في عرفة وانا في 10 عيت هنا في صنعاء. طيب انتو قلتوا، يعني قلت لي قبل سنة، ليش بدأتم العلاج متأخر؟ يعني تأخرنا في المستشفيات هنا وهنا 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 حتى قرروا العلاج انه مرض هذا. يعني هم قرروش انه هو مصاب الا بعد فترة كبيرة. وبعد فترة كبيرة من الحديدة هنا والمستشفيات، يعني من مستشفى لمستشفى حتى وصلت صنعاء. محمد أخ لستة أطفال، وثامنهم جنين لم يخرج للحياة بعد. جميعهم توقفوا عن الدراسة بسبب الأوضاع السيئة لهم، في الوقت الذي تزداد فيه حالة محمد سوءا يوما بعد يوم. الأيام وقفوا من المدارس والظروف صعبة، وأنا معي مرض، لا عاد عمل ولا ذا، يا الله يعني خلص، ولا أدري الآن يعني أتواصل بهم ما فيش، يعني الله أكافي عليهم وعادهم ينقصهم في المعيشة. يعني خرجوا من المدرسة بسبب الأوضاع المادية؟ أيوه. نهائيا خروج نهائي؟ خرجوا خروج كلي من المدرسة. كلهم وجالسين في البيت؟ جالسين في البيت، وأنا غايب منهم لي فترة من شان العلاج حق الولد. طيب ضروري الدراسة، كيف يعني مستقبلهم؟ يعني أقول لا تعافى الولد، ويعني يعني أتحسن الوضع وكذا، شان رجعهم يدرسون نعود إن شاء الله بإذن الله. طيب يعني ما فيش فاعل خير بالقرية تبعكم بالحديدة يساعدهم عشان مصاريف المدرسة؟ عندنا، أنا داير في ريف، عندنا ضباحة، يعني ضباحة ما حد يقدر عليها، يا الله كل واحد، خاصة في هذا الوقت. طيب أنت إيش كنت تشتغل؟ أنا كنت في مزارع أشتغل، يعني في مزارع أشتغل لما مرض هذا الولد، خلاص فكيت العمل وروحت شليته يعني وعالجه خلاص. وقفت شغل؟ وقفت الشغل. والآن عاطل عن العمل؟ العمل، إذا حتى لا في عمل أشتغل، يعني أنا مشغول بالولد. طيب عبد القوي، أنت الآن عاطل عن العمل وأطفالك في البلاد، من اللي يصرف عليهم؟ يعني أهل الخير، يعني الذي إذا عندهم يعني مصاريف، يعني عيشة ضنكة، ما فيش هذيك الذي كما يكون الأب يشقى، ولا يعني ظروفهم صعبة. يعني هم الآن بلا معيل ومن غير أي مصاريف؟ نعم، ولا معهم أي حاجة. رحت الولد يعني من جعلجه، وإن روحت أشتغل عليهم بيضيع الولد، ما أدريت مين أسوي. محمد يعاني من سرطان في الدم منذ عام، جاء إلى صنعاء من أجل العلاج، يسكن مع أفراد أسرته في أحد مراكز رعاية مرضى السرطان، في الوقت الذي ترك فيه والده عمله في الزراعة من أجل التفرغ لعلاج ابنه. طيب
تفاصيل مرض الطفل محمد عبد القوي، كيف بدأ؟ كيف عرفتم أنه عنده مرض؟ رحت أشتغل واتصلوا بي قالوا الولد تعبان، يعني يتعب 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 وكثير النوم والأكل ما يأكل. يعني أروحت سيبت العمل وروحت، أروح أشله إلى مستشفى قريب مننا يبوا لي علاجات وقالوا رجعه، يعني إلى مدة 5 أيام زاد من الأعمال العلاج ما فيش فائدة، أرجع أشله إلى مستشفى أكبر قليل قالوا حولوا إلى الحديدة. حولته إلى الحديدة يعني زلت عامل حتى طلع المرض كملت الفلوس، قالوا خلاص تحويل صنعاء روحت البلاد. يعني أجا فاعل خير شلنا، يعني قال نروح لا صنعاء. يعني ما طلعش تشخيص للمرض بالحديدة؟ قالوا سرطان في الدم بس يعني رجعوا عودوا هنا، وأن يعني في الحديدة شخصوا إنه يعني تشخيص إنه سرطان في الدم، بس هنا في صنعاء قالوا ضروري يتأكدوا من الأول في البداية، الفترة الذي قد مضيت الأشهر هذه كل ذا ضيعوها، قالوا من جديد يعني حتى عرفوا إنه هذا الفحص وده قالوا سرطان في الدم العلاج. طيب إيش واجهت صعوبات في نزولك لا صنعاء؟ يعني لما رجعت البلاد لما نزلت صنعاء لحظة سفرك أنت والطفل لما نزلتم لا صنعاء؟ لما نزلنا لا صنعاء أول حاجة جاء شلنا واحد قال لا صنعاء، بعدين الفلوس قلت ماشي معي، قال بيدبرها ربك وما أدري إيش معه من ذا، وراكبنا إلى إب بأر 3000 ريال مع واحد يعني فاعل خير قال تطلعون 3000 ريال ولا هي الكرة أكثر. لما إب طلعنا مع واحد قال 14000 يعني صاحب سيارة إلى النفرين إلى صنعاء. طيب ماشي عندي فلوس، قال واحد راكب في السيارة أنا بعطي الأجرة، وبرضه أعطى الأجرة حتى عمل له كوت من البرد، كان عنده ثياب مش إنه مدفية من البرد. لما وصلنا دمر هذا الراكب نزل وقال انتظروا دقيقتين للسواق انتظر يجيب لي هذه الدواء، ودانا 6000 ريال قال هذه عندما توصل هناك. وبعدين رجع وصلنا ب50000 بعد ماذا ولا أعرفه، ولا يعني ما أعرفه في السيارة ولا عندنا رقمه حتى. يعني فاعل خير تعاون معاكم؟ أيوة من إب ولا أعرفه ولا أدري منه، راكب في السيارة. والآن مشينا في العلاج كملت الفلوس، رجعوا حولنا أشتي أروح البلاد، يعني خلاص قالوا مع الدكتور الذي يعالج للولد قال ما يروح البلاد، يعني يجي سنة لمدة 6 شهور وروح البلاد. قلت يا أخي أنا معي أطفال صغار معي ذا، قال ما يمكن إن معك صبر تصبر وحاول وذا، وحول الله يعني ربك لا شيء مساعدة من هنا ولا من صنعاء ولا. وقسيت الآن يعني سمح لي 10 أيام أروح وارجع ولا عدري ولا عدارد البلاد حقي، يعني 10 أيام بس، إن ما ترجع العشرة الأيام ولا الولد بيت. يعني أعطاك فرصة بس 10 أيام تروح وترجع وإلا الولد بيتضرر. أيوة 10 أيام ولا الولد بيتنكس ثاني مرة ويزيد أكثر من ما كان. روحت إلى سافرت ب30000 المسافرة الثانية مرة، يعني من يا أهل الله، والرجعة صعبت علي وربك يسر. ويوم ما أنا بسافر سافرت مع ناس مسافرين يشتغلون شلونا معاهم. شخص مرض محمد مبدئيا بالتهابات في الدم، وكان يستخدم أدوية خاطئة، وحالته الصحية تستمر بالتدني حتى تم اكتشاف مرضه بالكانسر. وعند وصولهم إلى صنعاء تأخرت عليه الجرع الكيماوية مما زاد الطفل حالته سوءا. طيب عبد القوي، ايش كان اكثر عرض يصيب الطفل يعني في بدايه المرض؟ يعني تعب كان ينحل جسمه، وثاني مره ينام والاكل ما ياكل. كيف ينام يعني؟ ينام واصل نايم، يعني ما يستيقظش من النوم نهائيا، يعني الاكثر الاوقات نايم نوم 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 يعني قليل كذا وصحي ورجع، يحب النوم اكثر كان. طيب لما كنتوا تحاولوا تصحوا هل كان يصحى؟ يصحى بس يعني يصحى في مكانه ولا يقوم ولا يمشي ولا يروح أي مكان. أيوة أنا قصدي يصحى يعني يقوم يتمشى يروح يلعب أو في مكانه؟ لا في مكانه، ما يقدر يروح أي مكان في مكانه. بعدين يعني لما سعفته ولا يعني طلع عنده التهابات قوية، يعني
التهابات وين؟ التهابات في الدم. يعني في الحديدة قالوا 300 وهنا قالوا 500,000. لايش 300 بالضبط؟ 300 في الدم يقولون الدكاترة. يعني ارتفاع نسبة الالتهاب 300. التهاب. ايوه 300,000 يعني. طيب ايش حصل له اعراض بجسمه؟ انتفاخات يعني عينه ورمت. أيوة. واختزق من بعد اختزق ثمه وقع له هنا يعني قليل. ايوه ورمه يعني انتفخت عينه وانت واختزق هنا عند فمه. ايوه وتغطت عينه كامل كان ما يشوفه. بدات الثانيه بتتغطى عندما جبنا هنا في صنعاء وعملوا القرع العلاج هذا يعني برادة الله راحت الورم حق عينه. ولده بدا يروح باقي سواد في وجهه هنا باقي سواد قليل راح الان عاد ما في شيء الحمد لله. يعني الان السواد خفيف فيه. السواد خفيف. أيوة. الان ولا وقد جرح من داخل التم الجرح اللي من داخل يعني العلاج بدا يتفاعل بجسمه بس اشتيا يعني مده طويله. أربعة أشهر حتى الآن بدأ فيها محمد العلاج بواقع 18 جرعة حتى الآن وبمعدل جرعة كل 3 أيام. طفل أرهقه السرطان فأثقل لسانه عن الحديث وخفف من لطافة حركته الطفولية. طيب كم بالأسبوع تضرب له؟ عندهم ملف يعني كل جرع له جرع على 3 أيام وجرع على يومين وترجعه وجرع يومية يعني على بكل جرع. إذا كان أقوى يعني أخرج في الوقت يعني وإذا كان هي ضعيف يعني أبدأ تدريجيا. أول عملوا له قوي أول ما أجى تعبان عملوا له قوي ورجعوا في الأخير ضعفوا. بعدين عندما يعملوا الجرع هذه على قولهم الصفراء أنا ما أدري بهذا الكيماوي بس على ما يقول لي الصفراء والحمراء هذه يعني يقولوا اشتيا ضعف في الصفائح وفي الدم يكون عنده الصفائح تهبط والدم يهبط ضروري من تبرعات في الدم وصفائح. طيب الآن لمدة 3 سنين. لمدة 3 سنوات. طيب هل تلاحظ أنه في تفاعل للكيماوي؟ يعني على ما أشوف أنا في تمام في يعني تحسن في تحسن بقول الله بس إذا بقي تعاني الطفل ضاع الأسرة الباقية في البلاد. يعني إن شاء الله يكون بخير ويتعالج وأنت ترجع لعيالك وتصرف عليهم وتشتغل إن شاء الله بس خايف إنهم يمرضوا هذنك وأنا بعد واحد. لا 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 إن شاء الله الأمل بالله كبير وكمان أنت تفائل خير إن شاء الله بإذن الله. هذه الأسرة كغيرها من أبناء مدينة الحديدة بحاجة ماسة للمساعدة من أجل إنقاذ حياة طفلهم محمد. الوضع سيء في حال عجزت الأسرة عن ذلك لكن الأمل بكم كبير وبالله أكبر فلننقذ محمد. إيش اسمك؟ محمد. كم عمرك يا محمد؟ 6 سنوات. 6. طيب إيش تحب إيش تشتي تكون لما تكبر؟ دكتور. أنت أول قلت لي حاب تكون دكتور صح؟ كمان دكتور؟ ليش دكتور؟ الله يحفظك ويشفيك قل يا رب. وأنت إيش تعاني؟ من بواسير يعني بواسير مؤلم لي وأنا أشتي أعالج الطفل والآن تعبان من البواسير يعني. طيب هل تقرر لك عملية بواسير؟ ما عندي زلط يعني يعني تكرر لها عملية يعني بواسير بس يعني الظروف صعبة. مناشدة أو رسالة حاب توجهها لفاعلين الخير؟ يعني الذي يقدر يعني يساعد في هذا المرض وفي هذا العسر الصعيب يعني جزاه الله خير. يحتاج إلى جرع إلى مدة 3 سنوات ما عندي قدرة ويعني إذا أقهرنا الوقت أحب يعني أغلب أننا أروح به إلى عند بيتي وأرجع الأمر وارجع الأمر لله والذي ساعد جزاه الله خير. طبعا مشاهدينا تقدروا تتواصلوا مع الأخ عبد القوي عبر الأرقام. الرقم هو 77194830. 77194830.
إذا مشاهدينا أيضا الأرقام حتظهر أسفل الشاشة لمساعدة عبد القوي وكمان طفله محمد عبد القوي الذي يعاني من سرطان الدم. ولتفاصيل أكثر عن حالتنا الثانية لحلقة اليوم، لكن بعد الفاصل.